السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا erreur ne dit pas، ما ينفعش ان احنا نقول c'est un gâteau bon، يعني الجاتون ده كويس. بجيب هنا الادجكتيف الصفة بعد النوم، ان ده erreur يعني خطأ. الصح ان انا اقول c'est un bon gâteau، يعني الجاتو ده كويس، فهنا الادجكتيف بتسبق النوم. طيب لما اقول هنا بون ريبا يعني وجبه كويسه، ادي الادجكتيف الصفه وبعديها نوم يعني اسم. سيتين سيتين هنا بون، سيتين بوني دي يعني فكرة كويسة. إيدي هنا فكرة، دي نوم اسم فيمينا مؤنثة، فهنا الأدجكتيف الصفة بتتبع الموصوف طبعا في التأنيث والتذكير. بون كلمة فيمينا مؤنث، بون هنا مسكولا، والصفة الأدجكتيف جت قبل الاسم النوم. زي إيه تاني؟ زي هنا الصفة موفيز، موفي هنا موفي يعني سيء، والمؤنث هنا المؤنث بتاعها موفيز، هنا نو فو يعني جديد ده، والفيمينا نو فيل يعني جديد ده. بيتي يعني صغير طبعا، وهنا كلمة دي كلها ادجكتيف يعني صفات، فو يعني جميل، والفيمينا بيل